بونجور، مع كورونا اللي كرم الشركة صنفي، من بعد ما عرفنا كيف نعمل اكتيفيشن بوكس رح نتعلم اليوم كيف فينا نحفز كان عنا برادة ولا لايتنج ولا ستوريج، كيف فينا نعمل لهم كونفيجوريشن على الطهومة او على الكونكسون موجود عنا بالبيت. بدنا نجي نحط www.tahomalink.com. من بعد ما نفور هون بيطلب منا الايميل يلي نحن عملنا فيه هالكونفيجوريشن. انا حاطط الايميل اللي هو roniabikaram@hotmail.com مع الباسورد وبعمل كونكت فوت على البلا بوكس. اول ما تكون البوكس جديده مثل ما عم تلاحظوا رح يكون اول شيء بدنا نعمله هو ابيتال كرييشن. بدنا نجي مطرح ما في عنا ثلاث نقط، في عنا الابيتال كرييشن يلي هي هون بتقلنا نحن من شو مقلف البيت، شو عنا هاوس. تاني من خطوة فينا نحن ننقي يعني بنكبس عليها وننزل بدنا عنا تراس شو معنا، هول بتفيدنا بعدين بس نحط الايتم تنوزعهم حسب كيف عنا ديكوريشن تبع البيت. هون اذا حبينا نحط ترينا عن ديكور فينا ما نعملها. رومز هو من كم اوضة مقلف، جراوند فلور عندنا فيرست فلور، حسب اذا عندنا كذا البيت مقسم على كذا طابق فينا نحطهم. بنحط اوكي بيحفظها. هون اخر خطوه هي من بعد ما نعمل الديفايس نجي نحطهم بقلبها، يعني نحن اليوم بس نعمل كونفيجريشن انا كل الديفايس رح شوفهم هون موجودين بيجي بحطهم كان بالجراوند فلور ولا بالفيرست فلور بحطهم. من بعد ما خلص بعمل سيف. هلا بصير في فوت وحفز انا شو عندي. اول شيء انا عندي على ريموت كنترول عندي هاي البردية عم تشتغل، بدي اياها كمان تشتغل على التليفون. بجي مطرح ما في عندي ثلاث نقاط ببص عليها، بنزل على شيء اسمه configuration. من بعد ما ببص على configuration في عندي IO RTS صنفي، هودي هنا عبارة عن بروتوكول عن لغات. انا عندي البردية RTS، بيجي انا هون بنقي ال RTS، بيجي بعمل Add، بيجي بنقي انا شو عم بعمل، شو هي عندي Rolling Shutter، شو عندي عندي Swing Shutter، Exterior Ignition Blind، انا هون عندي Interior Rolling Blind. اساس النقي شو هي لانه هو من بعد ما نعمل نحن Configuration هو رح يخلقهم يعملهم مثل جروب بصير فيكم تنزلهم وتطلعوهم مع بعض. هلا من بعد ما اكون انا عم اقلب تاكد انه هذه هي البرديه بعمل ستوب بعمل كونتينيو، بنقي الريموت اللي انا بدي انسخ منها، بيقول لي تاكبس على قفل الريموت كرمال تعطيني البرديه حركه انه هي جاهزه نحن تنسخها، وبكبس اد بس هي كمان تعطينا حركه، بكبس بس تتأكد انه هو لقطها، بحط ستوب، برجع بعمل كونتينيو وبسميها انا سكرين 1، بحط اوكي. هلا اذا عندي شيء بده اضيفه انا هلا رح اضيف اللايتنج تبع البوكس اللي ورايي. هلا تفيت على الريموت، هلا كبست دوات على الريموت. كمان انا بدي اللايتنج عندي بالبيت تمشي على التليفون من خلال الطهومه، بعمل اد، بجي بنقي لايت، بعمل كونتينيو، اكيد هون بدي اعمل تيست انه هي عم تمشي تاكد انه كل شيء ماشي، بعمل كونتينيو، كمان بدي نقي الريموت كنترول، اعمل كونتينيو. نفس الشيء مثل البرديه بدي اقبص من ورا ثلاث ثواني كمان ضوي تطفي انه هي فاتحه بروجراما، بعمل اد كمان يرجع كمان تعطيني حركه فيدباك انه هي اشتغلت. تيست من بعد عملنا تيست عليها سميها لايت بوكس او اللي بدي اياه فيه سمي، وبحط اوكي. اذا بطلع منها هلا بيجي على الصفحة الأساسية سكرين، بيجي بقول لها أنا بدي هالسكرين تطلع، طلعت السكرين، جيت على اللايت بدي إياها أعملها أوف، طفيت اللايت.
ان شاء الله نكون فدناكم كيف فيكم تعرفوا هذه القطعه على الطعمومه. انطرونا بقصص جديده. Thank you.